الدكتور عبد الله كان محافظا على صلاته في جماعه، كان محافظا على صحبته بين اخوانه، كان مترددا الى بيوت الله ليؤدي الصلاه في اوقاتها. بشهاده الزملاء، بشهاده والدي، بشهادة كل من هو يجالسه ويسير معه ويمشي بصحبته. متوفانا الصحبة كلها هزيمة عليه وحزننا لا بأس به، ولكن هو مع الله تبارك وتعالى ونحن جميعا في رحاب الله عز وجل. لا ندري هل سيأتي علينا الصباح قبل أن نأتي إلى هذا المكان، فعلمه عند الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لو يعلم الإنسان أن ابنه وبناه سيخرج لأداء الامتحان ويلقى الله في هذه الأوقات، لا يا عم احنا نأجل سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، ولكن أمر الله محتوم، لأن هذا المقام محتوم وحام العباد لا يدور. أعود يوما إلى الوراء لكي أصلي وأصوم وأزكي وأعمل صالحا، لأن الله تبارك وتعالى مطلع علي في كل الأوقات، فأرجو رضا الله تبارك وتعالى كما رضيت يا ربي بحسن العمل وبحسن السؤال لمتوفانا الشاب عبد الله شحت. اللهم ارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انه نزل بك وانت خير منزول بك ساكن.